خدت محمد المكان ده عشان بيتعمل فيه حاجة اسمها كاس العالم للأيتام، ففي هنا مجموعة من الأطفال الأيتام اللي ظروفهم زي ظروفه، لكن ربنا قدر ليهم ان يلاقوا حد ياخد بإيديهم ويعوضهم. وكان هناك اللي رايحين يدعموا الأطفال دول نخبة من اللعيبة الكبار، وهنا بدأت وسألتهم: كابتن احمد، وجود حضرتك في حاجه زي دي بتشوفها دعم نفسي ازاي للاولاد دول؟ اعتقد ان يمكن وجودنا انك انت تسعد بني ادم، اعتقد ده اكبر دعم نفسي. يعني انا شايف ان يمكن ان انا النهارده لما اكون موجود واقدر ان انا اعمل حاجه اسعد بيها بني ادم، اعتقد ان ده نفسيا بيخلق نوع من الفرحه والبهجه، وبالذات كمان لما يكون اطفال هما في احتياج لده، ايتام عندهم ظروف ممكن تكون صعبه شويه، لان احنا مش عايزين نقول محرومين. يعني انا دايما بقول ان اطفال، يعني طبعا اراده المولى عز وجل، هما فقط اب او ام او الاثنين، كمان لما تكون واقف جنبهم، وكمان لما يحسوا ان المجتمع كله في ظهرهم وحاسس بيهم، اعتقد ده دعم نفسي كبير جدا جدا جدا. ويمكن احنا حريصين على ده، واخدين وفاهمين البعد الانساني اللي احنا نقدر ان احنا نوصل رسالة من خلال دعمنا للأولاد دول كناحية نفسية. طيب حضرتك طريقة الدعم النفسي بتكون ايه؟ بالتواجد بس معاك، تصور معاهم وبتدربهم مثلا، يعني بتعمل ايه؟ وفي طرق طبعا كتير اكيد. يمكن احنا طبعا تواجدنا ده في حد ذاته، اعتقد ان هو لما بيكون في حد انت بتحبيه ويكون متواجد معاك، ده في حد ذاته انا شايف ان هو دعم نفسي مهم جدا. انا لما بيكون في، يعني وانا صغير مثلا لما كان في نجم انا كنت بحبه، مجرد ان انا بشوفه بحس ان انا مبسوط، بحس ان انا فرحان ان انا شفته او باخده كمثل وقدوه ليا. فتواجدنا معاهم يمكن اعتقد ان ده بيسعدهم، ان احنا نكون موجودين معاهم في التمرين، ان احنا نتكلم معاهم بشكل ايجابي، ان احنا نحفزهم، نرفع معنوياتهم، كل ده دعم نفسي كبير. اسمح لي سؤال مهم، تدريب الطفل اليتيم او الانسان اليتيم بيختلف عن تدريب الانسان العادي في حاجه؟ لا خالص، لا لا لا، الاثنين واحد طبعا، ما فيش اي اختلاف خالص، بل بالعكس، هو الموضوع ان احنا بنوجد لهم فرصه. ممكن البني ادم العادي اللي هو بيبقى ابوه وامه متواجدين بيقدروا ان هم بياخدوا ابنهم ده بيودوا مكان، بيودوا التمرين، ولكن يمكن الطفل اليتيم شويه ما بيكونش ممكن عنده حد، انما كتمرين لا، هو كل واحد، ما فيش اي اختلاف خالص، ما فيش اي فرق خالص. مهمة قوي الجملة اللي قالها كابتن احمد حسن هنا، لانها بتأكد لمحمد انه انسان طبيعي في المجتمع، وما فيش فرق بينه وبين اللي مش يتيم. وده تدعيم نفسي مهم جدا لمحمد، لانه كان بيعلق كل شماعة مشاكله على انه يتيم.